السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة غكية دليس. اقتراح ديال اليوم غادي يكون عبارة على فكرة غداء سهلة بسيطة بمقادير متوفرة في كل بيت. بيتزا بدون عجين. ما نطولش عليكم، يلا هم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فضلا وليس امرا على الاشتراك في قناة زكية دليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق للاستمرارية وتشجيع القناة، وما تنسوش تبارطاجيو القناة مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهذا الوصفة غنحتاجو كمية من الخبز اليابس اللي انا فيت لي وقطعتو لطريفات صغار، وغادا نحتاج كذلك الحليب الكافي اللي غادي يقطني في هاد الكمية ديال الخبز اللي عندي، ثلاث انواع من الفلافل الصفراء والخضراء والحمراء، ممكن تستعملوا نوع واحد او نوعين داكشي على حساب اللي متوفر في المنزل. غنحتاج كذلك القليل من البصله اللي انا قطعتها اون لاميل بهذا الشكل هذا. انا نحتاج كميه من مطيشه او الطماطم مطحونه، قياس جوج معالق كبار ديال صوص طوماط كونسونتري، القليل من الزيتون الاسود والزيتون الاخضر، القليل من الزعتر، علبه ديال الطون اللي بزيت الزيتون وانا احتفظت بالزيت ديالها. غنحتاج كذلك الفرماج محكوك، وكذلك فرماج بهذا الشكل هذا، والفرماج كيبقى على حساب داكشي اللي متوفر في المنزل، ممكن تستعملوا اي نوع، والملحه والبزار. غادي ناخذ الحليب وغادي نخويوه فوق من هاد الخبز هذا، وغادي نخلطو مزيان. انا هاد الخبز هذا راه خدا ليا جوج كيسان ونص ديال الحليب، وغادي نغطي عليه ونخليه على جنب بما حضرت العناصر المواليه. غدا ناخذ المقله وغدا ندير فيها الزيت ديال الطون والبصله، ونحرك هاد العناصر، وغدا نزيد القليل من الملحه اللي كتبقى على حساب الاذواق، والقليل من الابزار، ونحرك هاد البصيله ديالي حتى كتبان كتولي شفافة بهذا الشكل هذا. غادي نزلوها في طبق ولا في شي اناء، وفي نفس المقلاة غادي نديرو قليل من زيت الزيتون، وغادي نديرو الكمية اللي عندنا ديال الفلافل الخضراء والحمراء والصفراء، نوزعوا هاد الفلافل في هاد المقلاة هادي، وغادي نزيدوا قليل من الملحة القليل من البزار، ونحركو ونغطيو عليهم حتى يطيبوا في المويه ديالهم ويدبالوا عندنا ويوليو بهذا الشكل هذا. وحتى هما نزلوهم في طبق ونحطوهم على جنب، وفي نفس المقله غادي نديرو القليل من زيت الزيتون، وغادي نزيدو كمية من طماطم مطحونة، غادي نزيدو كذلك مركز الطماطم والقليل من الملحة والبصار، ونخلطو هاد العناصر حتى تنسجم لينا، ونزيدو القليل من الزعتر
ونخلطو هاد العناصر ولا هاد الطماطم هادي ونخليوها تشرب لنا فوق من العافية. بينما وجدنا الخبز ديالنا اللي كنبقاو نعسو فيه بمساعدة المعلقة هاد الشكل هذا. إذا كانوا شي طريفات مازال مرتبوش ومازال ما طلقوش نعاونوا بالمعلقة. ونوضعوه كطبقة في المول اللي كيدخل للفرن على هذا الشكل هذا. لاصوص ديالنا ها هي وجدات. نزيدو فيها القليل من الفرماج غابي وهي سخونة ونخلطو هاد العناصر ديالنا ونزيدوها فوق من هاد الخبز اللي عندنا كطبقة ثانية. نحاولو نفرشوها مزيان بهذا الشكل حتى كنكونوا طبقة ثانية كيف ما سبق لي وذكرت. وغدا نزيد القليل من الزعتر وغدا نفرش هذه البصيلة ديالي من الفوق على هذا الشكل. هذه غير فكرة وكذلك ما نضيعوش الخبز اليابس حتى هو، سواء نديروه شابلور سواء نديروه بودينغ كيف ما سبق لي وحطيته في القناة ان شاء الله. نحط لكم رابط الوصفة حتى هو كيجي زوين بزاف بزاف. كيك ببقايا الخبز او بالخبز اليابس. وهاد المرة هادي درته على شكل بيتزا. هنا غدا نفرش كذلك الفلافل الحمراء والخضراء والصفراء، ممكن تستغناو على الالوان كاملين الى ما توفروش، ممكن تستعملوا لون واحد. ونزيدو كذلك الطوم اللي ممكن تعوضوه بالكفتة ولا بابيض الدجاج اللي كان عندكم في الثلاجة طايب، ممكن تاو تستغلوه بهذه الطريقة هذه. ونزيد كذلك الزيتون الاخضر والكحل او لا الزيتون الاخضر والاسود، ممكن تستعملوا نوع واحد من الزيتون. واخيرا غدا نزيد الفرماج اللي غدا نقطعو عشوائيا، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفرماج متوفر عندكم في المنزل. واخيرا غدا نزيد الفرماج محكوك. ندخل المول ديالي للفران على درجه حراره 180 15 دقيقه ونعاود نطلقها. البيتزا ديالتنا ها هي وجدات. غادي نقطعوها ونشوفوها كي كتجي من الداخل. كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، وكنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالتنا سون بات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي مي فيديو مع العائله ومع الاصدقاء اللي تعم الفائده. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناتك يا ديليس، عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء، ركيا ديليس.